الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمكتب الوطني المغربي للسياحة يوحدان جهودهما لترويج لوجهة المغرب من خلال كرة القدم. الطرفان وقعا على اتفاقية شراكة استراتيجية تشمل الفترة الممتدة ما بين 2023 و2030. هذه الاتفاقية تجي باش تكرس الإنجاز التاريخي اللي قاموا به أسود الأطلس في قطر 2022. لتنذكر بعض الأرقام، منذ الإنجاز لحد الآن 130 مليون تفاعل كان في مواقع التواصل الاجتماعي حول المغرب وحول كرة القدم. وهذه الاتفاقية تجي في الديناميكية ديال الترشيح ديال المغرب مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 اللي أعلن عليها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. جعلوا كرة القدم رافعة للترويج لسياحة المغرب هو المبتغى والهدف الأساس لكل من الجامعة والمكتب عبر تعزيز صورة المملكة. المغرب أرض الأنوار، وأيضا المغرب أرض كرة القدم، حيث تنظم أحداث رياضية كبرى.